عملاء عجيب غريب. عرضنا اليوم عرض مميز، سماعة TW6 من الشركة الغنية تعريف شركة جيتال. السماعة تأتي بثلاث ألوان للكفرات، اللون الأحمر، الأسود، واللون الأزرق. السماعة شبيهة بسماعة الأيربود، تعمل على نظام الأندرويد ونظام الأبل. تتميز بوزن خفيف ذات صوت ستيريو محيطي ومانع للضجيج. السماعة بمجرد فتح الغطاء تتصل تلقائي بالجهاز. بطارية السماعة 30 ملي أمبير، بطارية البوكس 500 ملي أمبير. تعمل 3 ساعات متواصلة و 360 ستاند باي. مسافة البلوتوث 10 متر. ملحقات السماعة: كابل لشحن السماعة وكفر حماية وكتالوج باللغة الإنجليزية. للطلب أعزائنا الكرام زيارة معرضنا في المدينة المنورة أو زيارة موقع عجيب غريب على الإنترنت، والشحن مجاني لجميع مدن المملكة.